offensive là pour l'Algérie. Le crochet. On va essayer de tourner. Oh, quel but exceptionnel. On est accroupi. Oh là. السلام عليكم خاوتنا، مرحبا بكم جميعا في هذا اللايف. انتظروا يلتحقوا بين بعض الإخوة نبدأ في اللايف هذا، يعني ما راحش يطول كثير، ممكن 40 دقيقة إلى أقل من ساعة فقط باش نطلع عليكم، لأنه عندنا فترة طويلة جدا يعني ما تكلمناش معكم حتى في اليوتيوب. أنا نظهروا الفيديو تاعنا ومش كاينين، سمحونا، لكن راح نرجعوا بإذن الله وبقوة في هذه الأيام. نبدأ في موضوعاتنا اليوم. الموضوع اللي اليوم، الخبر اللي هو مصدر شبه يعني رسمي، انه عمورة انتقل الى فولفسبورغ بعقد ب 20 مليون اورو، عقد مدته 5 سنوات. المصدر هذا يعني شبه رسمي، والاخبار الرسميه راح تخرج يعني في بحر هذا الاسبوع ان شاء الله. اذا ننتظروا الاخوه يلتحقوا بنا. كذلك هناك خبر على بن ناصر، واليوم اللي اكدته كذلك تكلمنا عليه اليوم امس في الصفحه نتاعنا، واليوم اكدته ان الصحافه عليكم السلام خويا رؤوف، مرحبا بك. اكدته كذلك في الصحافه الايطاليه، وانه بن ناصر الميلان يريد ان حب يسرح يعني بن ناصر. ممكن المدرب البرتغالي فونسيكا عنده مشروع يعني من غير بن ناصر. كذلك الراتب تاع بن ناصر يبدو انه يعني الميلان مش قادر يعني يكملوا. بن ناصر حاب يبقى في اوروبا، لكن للاسف ما عنده حتى عرض من اوروبا، وممكن جدا جدا راح يروح الى الدوري السعودي والخليجي بصفه عامه للاسف. يعني هذه كره قدم ان شاء الله فقط يلقى عرض. هو يحبذ انه يروح للدوري الانجليزي، لكن الى حد الان ما عنده حتى عرض من انجلترا ولا من المانيا ولا من اي دوري اوروبي. العروض اللي جاته فقط من الدوري السعودي، واخبار تقول الشباب السعودي، واخبار تقول الهلال السعودي. المهم ننتظروا يعني هذا الصيف بعد كاس اوروبا اكيد سوق الانتقالات راح يشتعل. لكن ما قلت عمورة تقريبا او 99% امضى في فولفسبورغ لخمس سنوات بعقد 20 مليون يورو. كذلك نتكلموا عن الاخبار، يعني كما قلت قبل الفيديو كي بديت اللايف، سمحوا لي يعني ما نظهر كثير ومانيش نحط فيديوهات في قناه اليوتيوب ولا في التيك توك، ماني نظهر معكم في اللايف، ما راني ندير فيديوهات، سمحوا لي، لانه كان عندي ارتباطات كبيره جدا في الايام القليله الماضيه، خاصه الاسبوع الماضي هذا. ان شاء الله هذه الايام راح ننظموا انفسنا ونكونوا معكم بشكل اكبر بكثير. اذا الموضوع نتاعنا كما قلت عموره هو الخبر، يعني درت عنوان لانه هو الجديد. نعم كان في اخبار في الايام الماضيه، لكن اليوم الجديد هو انه الاتفاق تم بين سانغولواز وفولفسبورغ 20 مليون 5 سنوات كامله. هذا شيء جيد جدا. فولفسبورغ حاليا ما هوش ذاك النادي الكبير في المانيا، لكن نادي متوسط، واعتقد انه عمور عارف كيفاش يختار المشوار نتاعو، لانه فولفسبورغ ما يلعبش كثير تحت الضغط. ممكن انه يعني راح يشتغل بهدوء، راح يطور من امكانياته. الدوري الالماني يطور اللاعبين، هذا الشيء نعرفه جدا. اذا نجح من فولفسبورغ معروف يعني يعرف يسوق اللاعبين نتاعو، وبالتالي عموره يروح الى نادي كبير، يروح كلاعب ناضج وجاهز. عموره الان لو راح الى نادي كبير مثل ليفربول، مثل يعني لا ماهوش راح يعني اكيد راح يكون بالاحتياط، لانه كاين لاعبين نجوم افضل منه صراحه على الاقل في الخبره، او على الاقل راح يعاني. وشفنا كم من لاعب راح الى ليفربول وهو في طور يعني الصعود او في طور التطور، شفنا بانه انتهى قبل بدايته. وحتى تعرفوا صلاح لما بدا راح الى تشيلسي فشل، بعدها تم اعارته الى روما، الى فيورنتينا، وقبلها لعب في بازل، حتى ذاك الوقت باش يعني راح الى ليفربول وبزغ نجمه. نفس الشيء لدي بروين لما كان شاب فشل في تشيلسي، راح الى فولفسبورغ، هو نفس النادي اللي راح لعموره، طور من امكانياته، ومن بعد راح الى السيتي بطبيعه الحال. هناك اكثر من لاعب يعني مر بفولفسبورغ وتطور واصبح يعني لاعب يعني عنده مستوى في اوروبا. نتمنوا التوفيق للاعبنا عموره ولكل اللاعبين. كذلك هناك اخبار لكن مش رسميه، ما يعني مجرد اخبار. هناك البعض يتكلم عن كويري ليفركوزن، ما كان حتى خبر رسمي، كلها اخبار غير جديه.
قلت بأنه بن ناصر ما عنده حتى عرض أوروبي، العروض اللي جاته فقط من السعودية، لكن الشيء الرسمي هو أنه ما راحش يلعب في الميلان الموسم المقبل. الإدارة تاع الميلان أخبرت بن ناصر أنه لا يدخل في حساباتها الموسم المقبل واللي بعده بطبيعة الحال. نتمناه أنه أكيد راح يكون معانا، يعني أكيد يعني راح يكون معانا في إذا أعزائي المشاهدين الموضوع الآن نخلو لاعبينا، لأنه كما قلت مازال ما بان كاين خبر آخر راه ينتشر كذب، ما عنده حتى مصدر وما عنده حتى أصل، هو ارتباط شاي بي بي البايرن. هذا خبر مكذوب لا أساس له أبدا أبدا من الصحة، لأنه بايرن السوق نتاعو راه واضح، يعني في الدفاع جاب إيتو اللاعب الياباني، هو راح يسوق ديليخت وراح يبيع ديليخت بنسبه كبيره جدا لمانشستر يونايتد، عنده مزراوي كذلك في قائمه المسرحين، الفونسو ديفيدز مازال ما بانش الخبر تاعو اسكي يروح ولا يقعد، نفس الشيء لكيميتش، هناك اخبار ترتبط ببرشلونه، اخبار ترتبط بالسيتي، لكن هناك مشاكل بينه وبين اداره البايرن. السوق نتاع البايرن راهو فيه اوليز اللي تقريبا تم الاتفاق، وبعد بعد الاولمبياد راح يكون الامضاء، عندهم بالينيا لاعب خط وسط المنتخب البرتغالي اللي تم الاتفاق وبعد اليورو يتم الامضاء، عندهم كذلك اللاعب سيمونز، هذا لاعب المنتخب الهولندي اللي راهو معار من باريس سان جيرمان الى فولسبورغ او عفوا الى لايبزيغ، وبنسبه كبيره جدا راح يروح الى البايرن سواء بالاعاره، ونسبه كبيره جدا راح يروح بالاعاره، لانه البايرن الهدف نتاعو هو فيرتز لاعب ليفركوزن اللي راح يخرج الموسم الماضي. اذا ارتباط بايرن بشايبي كذب ولا اساس له ابدا من الصحه، ما ديروش على هذه الاخبار المكذوبه اللي راهي تخرج، كما اللي ربطوا ايت نوري بالريال وربطوا بالسيتي وربطوا باليونايتد، لا هذو الاخبار ما عندهم حتى اساس. كذلك الخبر الاقرب للصحه واللي انتشر بكثره في الاعلام الفرنسي هو تاع رايان شرقي، نعم رايان شرقي رفض انه يجدد العقد نتاعو في ليون، وهو قريب جدا من بوروسيا دورتموند اللي تيريسيتش تم يعني او استقال، مش اقيل استقال، ونوري شاهين لاعب دورتموند وريال مدريد السابق هو حاليا مدرب النادي الاصفر او النادي الخردلي كما يقولون الخردله، والمساعد نتاعو بيتشاك اللاعب الهولندي السابق. اذا اعزائي المشاهدين هذا فيما يخص اخبار لاعبينا بصفه عامه.